رمضان كريم، لو زعلان من حد سامحه، واللي مخصمك روح له صالحه، لو كان جرحك او انت جرحه ربك غفور رحيم. رمضان كريم. السلام عليكم الحباب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. صراحه قريت لي كومونتير في اخر فيديو اللي حطيت، ولقيت الناس يعني تفاعلوا مع الفيديو اللي درت، وكنت سولتكم واش تبغيوني هكا نشارك معكم يوميات ديالي في رمضان، واكثريه البنات قالوا لي وي بغيناك تشاركي معنا. وها انا ثاني فيديو ان شاء الله في التحضيرات ديال النهار الثاني. غادي نوريكم شنو حضرت في النهار الثاني، شنو الطبيله، شنو وجدت فيها، يعني اي حاجه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ما تنساوش الناس الجداد اللي يلا كيشوفوا القناه ابوناو وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب، وما تنساوش دخلوا عندي الانستغرام هاو غادي نخليه لكم هنايا. وما غاديش نطول عليكم، مشيو دابا نوجدوا الطبيله ديال رمضان. وبالنسبه لدابا بغيت نشارك معكم لي بانكيك. غادي نحتاجو جوج بيضات، بسم الله، ونحتاجو شويه ديال الملح، وغنحتاجو نص كاس ديال السنيده. خلطوا غير بالطراب اليدوي هاد المقادير اللي كنشارك معكم دابا، هادو اقتصاديين. نبداو نحركو، غنزيدو نص كاس ديال الزيت، دابا هاد المقادير اللي عطيتكم هادو اقتصاديين، باش الواحد ميبقاش واقف بزاف كيطيب فيهم فوق البوطي، يعني ديال النهار، فهمتي؟ داكشي اقتصاديين، هما مغاديش يخرجو بزاف، ولكن داكشي ديال الفطور ديال اليوم وصافي. فانيا نورمالمون خاصني ندير معاها الحليب، بديت كنتلف، وكاس ديال الحليب، كاس. نحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق، ها هو الكاس الأول والكاس الثاني، وكنخلطوها. واخر حاجه عندنا خماره واحده، صافي. من بعد ما كيندمجوا العناصر كنخليوها ترتاح ديك 5 دقائق حتى 10 دقائق بما وجدنا المقيله. وها نتوما معايا درت المقله ديال لي بانكيك، المهم ديجا على انايا راه دايره في الفلاكات شويه، كنت باغا نصوب سلطات، وديجا شويه الفلفله خضراء كاينه مطيشه منقيه، وهذه فلفله صفراء كتشوى. قلت لكم بالنسبه للمقله اللي غادا نبغي على قبل لي بانكيك، عندي هذه فيها سبعه زعما ديال لي بانكيك، هذه ممكن نديرو بها حتى البغريت ولي بانكيك. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا بحال هاد المقله ما متوفراش عندهم، ممكن ديري غير الطيفال العاديه وتبداي تهزي بالمعلقه وديري هاد القياس، هاد القياس اللي هما كيجيو دائرات صغار. نسيت ما قلتش لكم باللي هاد المقله ممكن ديروا بها هذيك البيتزا السائله اللي ديجا شاركتها معكم في الطيفال زعما العاديه، وممكن اللي بغينا نديروا بها دوك المقادير نديروا هاد الصغار. المهم اللي ما عارفش المقادير يدخل الفيديو اللي ديجا حطيته في القناه ديال البيتزا السائله، ولا ضروري غادي نشاركها معكم في هذه الايام الجايه ان شاء الله. هاي المقله بدات كتسخن، صافي غير كتبدا تسخن نقصوا من البوطه حيت خاصهم يطيبوا على المهل. نشدو دابا تقريبا شويه، غير هي نقصوا البوطه باش يطيب على خاطر. انا اول مره غادي نخدم بهاد المقله، راه ما كانش عندي يلا خديتها، كنت كنخدمها غير بالطيفه العاديه، وديجا عندي بحال هاد المقله ولكن ديال لي غوفر ماشي ديال
ماشي بحال هكا. باش زوينه هاد المقله يعني كتسهل عليك، عاود ما تبقاي واقفه على وحده بوحده، صافي هما صبعه في خطره كي دغيا دغيا كيطيبوا. كيف قلت لكم نقصوا البوطه ما تخلوهاش من جهه. انا دابا كملت الخليط اللي عندي، كما طابوا لي هاد لي بانكيك شديت اللوز اللي غادا نزوق به درتو حتى هو هنايا. يعني شوف هاد المقله شحال من حاجه غديريها فيها وانت واقفه. ومن بعد ما طابوا درتهم في هاد التبصيل، و غندير عليهم هاد الكراميل. اللي ما عندوش يدير العسل، يدير شوكولا، يعني يعني كاين بزاف الحوايج ممكن تستعملوهم. وانا راه كنصور بايت وكنصايب بايت. ودابا غادي ناخذ هذاك اللوز اللي مهرف، وممكن تذوقوا باي حاجه عندكم، فهمتي؟ دابا انا راه كنقام غير كيف الصور، بعد مرات كنصور انا على راسي، بعد مرات ماما كتعاوني. ايوا كشتو معايا، المهم اي حاجه كانت ممكن ديروها. بالنسبه اليوم بغينا نديرو الحوت في الفران. غادي نديرو الفرخ. المهم شديت المول درت فيه خزوق تاع دوائر، ها هي. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الخرخوم بلدي، وغنحتاجو معلقه ديال التحميره، معلقه ديال السكينجبير، والمعلقه ديال العطريه اللي قلت لكم غادي نشاركها معكم ان شاء الله. غير ضروري غندير معكم فيديو نوريكم شنو كندير فيها، على قبلكم غنعاود نصوبها حيت لقيت في لي كومونتير الناس عجباتهم وقالوا لي شاركيها معنا. وشويه ديال الزيت، زيت المائده، وشويه ديال الزيت العود. شويه الملح وضامه ديال الثومه، الا ما كانش نديرو الثومه العاديه، وكنزيدو عليها صوص طوماط. يعني هذه صوص طوماط، ممكن نديرو حتى مطيشه العاديه الا بغيتوها، مثلا ما كايناش هذه تحكو غير المطيشه العاديه. اما انا غادي نخلط العناصر كامله. ناخذو من لاصوص اللي عندنا، نحطو فوق من الخيزو. بالنسبه للعطريه ما بغيتش ندير كل حاجه وعطريه ديالها، بغيت ندير لكم داكشي اللي ساهل. يعني ديك العطريه اللي غادي ندير بها هاد الخيزو هي اللي غادي ندير بها حتى الحوت. غنجيب ديك العطريه غنحط فيها الحوت اللي عندي، هو غادي نمرمدو في هاد العطريه ونعصرو نص حامضه. وهاديك العطريه اللي بقات عندنا جبت طوماط سوغيز وهاديك فلفله الحلوه اللي شويتها، المهم غير باش نزوقو اللاطه ديالنا. المهم هنايا عندي الفلفله الصفراء والخضراء والحمراء. وبالنسبه للزواق درت هاد السودانيه اللي كارمه، وكل واحد وشنو زعما متوفر عنده. ودرت لي طوماط سوغيز اللي وريتكم، درت حتى وراق سيدنا موسى باش كينسمو، درت شويه زيت العود من الفوق. وبالنسبه للمول ديال الحوت راه قيتو بابيي سولفيغيزي، وغادي ندير بابيي الومنيوم من الفوق ونغطيه وندخلو يطيب.
كيف ما كتشوفوا معايا وجدت حتى بيتزا صغار حيت كيبغيوهم، ما شاركتهمش معكم حيت ديجا وريتهم لكم في الفيديو الاول، ما بغيت زعما يكون تكرار. انا ندخلهم دابا يطيبوا. ودابا درت هنايا الحوت اللي وجدنا، درت شويه طيب وغنديروا البزار، شويه الملح، وغنديروا الضامه ديال الثومه، واكيد كنصمو بشويه اليزير. انا راه كنديرو طري عندي في الجرده، كناخذو كنديرو وكنخليوه يطيب. راه دغيا دغيا كيطيب، دغيا كيوجد. فاش كنت كنطيب فيه فكرت التخميره ما درتهاش، درت هذيك التخميره الحاره. صافي هو دابا راه طاب. اللمسه الاخيره كنديرو الكزبر ومعدنو مطحون، وهادو لي بتي طارت اللي غادي نعمرهم. باش غادي نحضروا لي طارت اللي وريتكم، غنحتاجوا نص سيترو ديال الحليب، ثلاثه المعالق ديال الكريم باتيسير، وثلاثه المعالق ديال السنيده. هنا دايره الزيت يسخن، باغا نقلي الفريت باش نديرها في الكوزانيه اللي غادي باستيشيو اللي غادي نوجد معاكم. نعمروهم كاملين. وهذا طاجين ديال الخضره، يلا ماما دارت فيه الخضره، فيه القرعه كوجيت والقرعه كركوبه مطيشه، حيت هكا الا ما درناش خضره كايره عمرنا غادي ناكلوها. هكا كتعمي تاكليها، وشفتوا دابا الواحد الصين خاصو ياكل شويه ديال الخضره. وهنا درت الفريت كتقلى اللي غادي نديرها في الباستيشيو. وبالنسبه للباستيشيو اللي قلت لكم غادي نشارك معكم هي هذه، شديت الفريت قليتها، ما عجبتنيش صراحه الفريت ديال اليوم، ما كتقلاش مزيان، المهم حاولت معاها. غادي نزيد عليها لادان تشيمي داك اللي فيه البزار، كيعجبني هذا اللي فيه البزار. غنديروا شويه الملح، شويه ديال الابزار، وغادي نديروا لا كريم فريش. انا دابا ما قدنيش الوقت باش غادي نصوب، باش يلا غادي نصوب البشاميل. وغادي ندير غير ممكن ديروا البشاميل، انا حيت ما قدنيش الوقت ما غاديش يقدني. يلا نصوب البشاميل، غادي ندير غير لا كريم فريش. غادي نديرو حتى هذا الفرماج ديال الساندويتش، حتى هو غادي نديروه، كتجي ساهله. يعني نتوما ديرو حتى البشاميل، انا راه ما درتوش حيت ما غيقدنيش الوقت. نخلطوها، دابا فاش كنت كنقاد فيها جاتني بلي غتجي شويه ناشفه، زدت شويه الحليب وخلطت صافي. دابا كتبقى اخر حاجه هي فرماج غافي فوق، كتجي بعيده يا سلام. ودابا يلا لقيتوني وجدت الفلون ديال الفاني، ودرته في هاد لي بول باش يوجد من هنا للفطور ان شاء الله. وهنا البنات خديت كاع لي فخوي اللي عندي في الدار، بغيت نصايب سلطه دو فخوي، خديت البنان، تفاح، ليمون، كيوي،
وقطعتهم، وفي الاخر عصرت عليهم عصير الليمون. وهاي صلات فروية ديالي واجدة، حتى يقرب الفطور ونزيد عليها غير عصير الليمون من فوق. ودابا وجدت طبيله معاكم، كنتمنى تكون عجبكم داكشي اللي شاركت معاكم، واللي عجباتو شي حاجه يخلي ليا في لي كومونتير، انا راه كنقرا وان شاء الله غنشارك معاكم. بالنسبه للعطريه لقيت البنات قالوا لي شاركيهم معايا، ان شاء الله غنطحن داكشي ويكون واجد عندي داكشي ونشاركها معاكم. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه صالات فروي اللي صوبت، هذه هي الباستيشيو اللي صوبتها، ممكن توريها رابط. هذه هي الباستيشيو اللي صوبت، هما درت دو مول، وهذا بيلبيل اللي صوبت معاكم قبيله، وهذا البانكيك اللي ذوقتهم من الفوق بالكراميل وبال لاموند كاسي وي، وهذه البيتزا راه ديجا شاركتها معاكم الفيديو اللي قبل، ولي ميني تارت اللي صوبتهم بلا كريم باتيسير وذوقتهم بلي فروي ها هما، وهذا هو الفرخ اللي صوبت دخلته في الرام. صافي راه باتري فابل دابا، انا وماما ورابا مسكينه هي. وهادو هما البريوات اللي كنت ديجا شاركت معاكم في القناه، درت غير بسيطله وحده ولينين، وكنتمنى تكون الطبله ديال اليوم عجباتكم، والفلون فلون فلون سيتو. صافي وكنحطوا سلو فروماج، هاد البريوات الحلوين، التمر والحليب والعصير واتاي، وصيامكم مقبول ان شاء الله وبصحه فطوركم. وانا زعما كنبغي غير نشارك معكم حيت كيعجبكم هكا نبارطاجي معكم داكشي اللي كنصوب، هذا هو فطورنا زعما اللي كنديرو كل نهار ورزقو، يعني كل نهار شنو كنديرو. وكنتمنى تكون عجبتكم الطبيله، ان شاء الله غدا نشارك معكم بزاف الحاجات. خليكم في المواعيد الناس جداد، ما تنساوش تابوناو وتدخلوا عندي الانستغرام، تما راه كيكونوا اليوميات ديالي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الشوق طال.
بسام